لا ترى الورع لينا ولين محمد لما مروان والعديد من المشاهير في حفلة خطوبة حمودي ولما شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم أقيم حفل خطوبة حمودي ولما في دبي، وشهد هذا الحفل تواجد العديد من مشاهير دبي من بينهم غيث مروان وسر الورع ولينا ولين محمد والعديد من المشاهير، وقاموا بالكشف عن إطلالاتهم. أما يذكر أن حمودي أعلن مؤخرا عن ارتباطه بالميكاب أرتست لما الأطرش، وأعلن حمودي أيضا أنه بعد العرس راح ينتقلوا ليعيشوا في السعودية. برأيكم مين أحلى إطلالة كانت في حفل خطوبة حمودي ولما؟ وكم تقييمكم للإطلالات؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، حطوا لي رأيكم بخانة التعليقات. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجاي.